مساء الورد عليكم متابعينا متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان. كلنا شفنا وكلنا تابعنا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين. دلوقتي جه دور الشعب. بالبطاقة زي ما حضراتكم شايفين تقدر تستلم 2 كيلو سكر وسعر الكيلو فيهم 27 جنيه. كمان في خلص كله كمان في 2 مكرونة وواحد رز واتنين سكر والتمن 100 جنيه. طبعا ده كان من اسبوعين ثلاثة ولا في الاحلام، لاننا كنا كلنا شايفين القصة ايه. انما دلوقتي احنا مع مبادرة شهمة من رجل شهم بيتحدث عن السكر 2 كيلو ب 54، وكمان عايز تاخده العرض ده اوكي، مش عايز تاخده براحتك. يا ترى ايه تفاصيل العرض ده او الاوبشن ده؟ هنروح لصاحب المبادره. مساء الفل عم سيد، مساء الفل يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك يا استاذ محمد؟ عرفني بقى القصه ايه، لان الناس برضو بدات تتشغل. الناس الحمد لله والشكر لله والصلاه على رسول الله، احنا اللهم لك الحمد يعني واخدين مبادره من السيد الرئيس ومن الدكتور علي مصلحي وزير التموين ومحافظ القليوبيه الدكتور عبد الحميد مصطفى اللواء عبد الحميد. ان شاء الله احنا واخدين مبادره من الدوله 2 كيلو سكر كيلو كيلو من اجود انواع السكر، من اجود انواع السكر بلدنا بيع عليه. تمام اهو، انا فاتح كيس مخصوص عشان الناس اللي بتقول ده سكر وحش، لا احنا السكر بتاع التموين اللهم لك الحمد بنستلم انضف انواع السكر، انضف انواع السكر، ولا سكر مستورد ولا الكلام ده، انضف انواع السكر. تمام اللهم لك الحمد، الكيس علينا احنا وبنبيعه للزبون والمستهلك 27 جنيه كيس كيلو كيلو، كيس كيلو كيلو. وقبل ما قبل ما تخش على العرض خش وقول بسم الله والصلاه على رسول الله. تمام، لان الناس تعبانه واحنا معلش كل واحد بيجي يقول لك انا مش عايز اشتري ومش عارف اشتري سكر، لا السكر متوفر عندنا ومتوفر في كل منطقه وفي كل محافظه وفي كل بلد، نازل مبادره من السيد الرئيس في كل محافظه وكل البلد. ان انت عايز عايز تثبت لي كده البتاع ده عشان ده ممكن يكون ملح. 27 لا يا باشا، الله اكبر، 27 الله اكبر عليك، سكر اللهم صل على النبي. بص 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 يا باشا، بص يا باشا، لا سكر سكر انضف انواع السكر دول. انت فكرت في المبادره دي ازاي؟ انا والله الحمد لله والشكر لله مكتب اداره اليوب هنا جه قالوا لي احنا عايزين نجيب اتفضل استاذنا معلش ممكن حضرتك ترجع بره كده هتلاقي سيادتك المبادره شغال اصلا اليافطه دي. بعد اذنك كده دي ما بتنزلش على اي حد. ايوه صور دي قرب كده مبادره السيد الرئيس من ورا هنا اهي. يعني الحمد لله دي مبادره ازاي كانت شغاله الشهر اللي فات. ايه اللي موجود ده هنا؟ ايه اللي موجود؟ اللي موجود 2 كيلو سكر ده سكر البطاقه. ليه البطاقه؟ ليه البطاقه؟ ليه البطاقه؟ هقول لحضرتك انا دلوقتي. الناس عامه في ناس فئه معينه بياخدوا بدل المره 2 و3 و10 تمام كده؟ وبيتاجروا فيهم. ما بيدوش بالظبط كده. يعني انا ما اصل انا شفتها بالظبط. بياخد 5 6 كيلو 10 كيلو. فمكتب التموين ايوه بخمسة ويروح هم يبيعوا فعلا برقم تاني او يكون عندهم محلات فبيلموا قرايبهم يجوا هنا كذا واحد. أيوة. فمكتب التموين قال لك صوره بطاقه عشان تسلم عليها 2 كيلو سكر لكل مواطن. 2 كيلو سكر؟ ندي فرصه للناس كلها انها تاخد، فدي حاجه أخد. دي حاجه كويسه. كله يشرب شاي. قالوا علينا الصور دي للانتخابات والتوكيلات، هو في توكيل بيتعمل من غير ما سيادتك تمضي عليه؟ لا طبعا لا التوكيل. ده في الشرع بقى. دي وزاره التموين، انا بسلم البطاقه دي لوزاره التموين لمكتب التموين اللي احنا تابعين ليه. ايوه تمام كده؟ فمالهاش دعوه باي انتخابات. والناس الثانيه دول كل ناس اخذوا سكر بالظبط السلام، ودول بقى احنا المنطقه هنا ولا بالظبط من جميع لا من كل من كل الكرة. يعني من كل الكرة اليوب وحلابه وصنافير والقناطر وشبين وطنان وكوبشتين وبراقص كل المناطق دي. الناس دي بجد الناس اللهم لك الحمد علينا اجبال يوميا من الساعه 3 العصر، مش بشترط الناس تيجي، انا بقى طول النهار ببيع بس انا بستلم الحصه الساعه 2. طيب ايه الزياده اللي انا شايفه هنا انت بتعمله؟ دي مبادره انت قلت لي برضو دي حاجه تاني اوبشن تاني. دي حضرتك مبادره اجتهاد ذاتي من عندنا من المحل هنا. ايوه تمام كده. 2 كيلو سكر مبادره، حضرتك عايز تاخدهم لوحدهم بتاخدهم. احنا كمان 2 كيلو سكر دول طبعا مبادره 50 جنيه طبعا عشان ما فيش ده كده بالبطاقه 54 جنيه. في اوبشن تاني انت عامله؟ الاوبشن التاني اللي عليه احنا مزودين اجتهاد ذاتي، احنا هنا مزودين الكيسين السكر ده سعر الكيس ده كتر خيرك طبعا مزودينه الاثنين ب 16 جنيه و54
حضرتك كده 70 جنيه و30 جنيه كيلو رز ادي 100 جنيه. جنيه تمام كده يعني دول كلهم يا جماعه ب 100 جنيه. اه تمام. 2 كيلو سكر، واحد رز، واثنين مكرونه بالظبط كام جرام؟ 350 جرام. 350 يعني كيلو اجود انواع المكرونه. حاجه ثانيه حضرتك تقرب كده للكاميرا للمشاهدين عشان يفهموا بس كده المكرونه. ايوه في درجه اولى. في ناس بقى ممكن تعمل العرضه بس المكرونه تبقى متقطعه. والرز حضرتك ممكن تشوف كده الرز برضه هو باين بالحبات بلدي بلدي درجه يعني اولى ما شاء الله. طبعا عشان في رز صيني. طيب الجديد بقى ايه الجديد اللي انتم بتعملوه؟ الجديد اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل عرض 3 مناديل ب 35 جنيه. بنعمل الشاي هنا شغالين بقى. انت ايه ده شغل ده شغلنا الاساسي طبعا الحمد لله. برضه بقليله جدا برضه بقليله جدا ربنا بيراضي. باكل شاي العروسه ب 50 جنيه واحنا بنشجعك. حضرتك عرض المناديل ده 3 علب مثلا كل علبه فيها 550 منديل تمام كده. العلبه الواحده بتتباع ب 20 جنيه. انا عندي في اي مكان في اي مكان والتجار هيشوفوني دلوقتي واحنا بنتكلم وبقولوا انا اللي انا بقوله وببيعه. التجار بيتجننوا من دلوقتي تمام كده ولازم يتجننوا طبعا. هو لو راعى ربنا ربنا هيبارك لهم هيكسبوا. حضرتك انا ببيع الثلاثه دول كده في الشنطه دي كده. ارفع ارفع انا شايفك جايب حاجه. ارفع ب 35 جنيه. ده ادرى من السيد الرئيس برضه. زيت عباده شمس خام. ده شمس خام وازازه خل 5% مركز. دوت عرض خاص ب 60 جنيه. 60 جنيه صح؟ 60 جنيه. 60 جنيه. دي المبادره اللي انا قلتها لحضرتك. دي المبادره اللي انا قلتها لحضرتك عليها اللي انت مصورها بره دي. بتاعت السيد وزير التموين بره رئيس الوزراء. ب 54 السكر. دول ب 60. دي بقى مبادره الزيت اللي كانت شغاله الشهر اللي فات وشغاله لحد دلوقتي عندنا هنا. السيد رئيس الوزراء انا قلت لحضرتك تصورها في الاول. ايوه هي هي. الازازه دي لوحدها العباد دي ب 70 جنيه في اي مكان او ب 60 جنيه مثلا. ازازه الخل دي تركيز 5% عاليه ب 15 جنيه. الاثنين دول على بعض ب 60 جنيه. دي مبادره السيد رئيس الوزراء. جميل. فمكتب التمويل لما شافنا شغالين في المبادرات دي وبنطلع الحاجه فعلا وكان الزيت ب 43 جنيه كيلو وهو اصله 65 جنيه. الحمد لله الحمد لله. هو محل حاجتهم حلوه يا حاج. 100 100 بالصلاه على حضره النبي. وبعدين الناس ماشيه بما يرضي الله. لا بالجامل ولا أيوه. بنعرف حد احنا أيوه. لسه خارجين من صلاه العشاء ما شاء الله. الله يرحم ابوهم. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه وبيعملوا لله بجامع الدعوه هنا. أيوه. الحاج سيد والحاج عوض اخوه بجد. خدت السكر بكام؟ خدنا السكر بالاثنين ب 55 وبيدهم لنا ب 54 كده. اديله جنيه بسرعه. بياخد كده اديله جنيه. اهم حاجه الجنيه ده. ايوه فالناس هنا 100 100 لا رياء ولا عايزين منهم حاجه. ايوه احنا بنقول يعني حاجه لله. ايوه طبعا. وبعدين في رمضان في الجامع بيجي يظبطنا بيجيب سكر وبيجيب لنا رز وي وي وي. ما شاء الله ما شاء الله بما يرضي الله. دي بتاعت ربنا. دي بتاعت ربنا. ما شاء الله عليكم. ربنا يا رب يرزقكم دايما ويوسع رزقهم. طبعا احنا ماسكه المسجد هنا جنبنا بتاع الدعوه ان شاء الله. وبيطمنا الفاضل طبعا بجد يعني من الناس المحترمه معانا هنا ومن الناس الاهالي. حاجه عندي ان هو خد السكر خد 54 جنيه. الجنيه اهو صورني. لا الجنيه اهو والله احنا ما بنكذبش لسه مصلين العشاء يا جماعه. وادي صوره البطاقه. ايوه وادي ال 55 وخدت الجنيه اهو بس كده. واحنا نشكر برضو الله يرحمك يا حاج محمد. خلف لنا عيال شباب حلوه حلوه. دول ولادنا يا جدعان. امتداد ليه بقى الله يرحمه. نعم امتداد ليه. لا دول ولادنا. الله يرحمه ويرحم جميعا. امين يا رب امين يا رب. وبرضك عرض ست البيت تحت امرهم برضك ب 60 جنيه اللي عاملها اللي بتخفف على حبيبي بطريقه باخرى. خلي بالكم بقى لما بنلاقي تاجر. ما شاء الله يا عم مصدقينك. انا شفتها بنفسي واقتنعت. شفتها بنفسي واقتنعت. وخد البطاقه بتاعتك اهي البطاقه. ايه بقى ده؟ ده بره السكر. ده بره السكر. عروض الحمد لله. دلوقتي بقى في عروض مكرونه وسكر ورز وبتاع وندخل على عصاير. في بدائل وفي شركات محترمه وفي ناس محترمه بتراعي ربنا. بتراعي ربنا وبتراعي مصريه برضه. طبعا. عصير البيت دلوقتي ب 180 جنيه. الواحده ب 10 جنيه. ايوه. البلده دي فيها 27 جنيه. عصير كندا ده اطعمه برضه جميله وعصير جميل في كل الاطعمه منه وب 75 جنيه. الباكيتة كلها 27 فيها 27 27 27 قطعة. شركات مصرية وشغالة عمالة مصرية. خلي بالكوا التجار هتكرهكم. لا لا مصر يا حاج. يا مصر دي حاجة. أي خدمات شكرا. فدي شركة محترمة ب 75 جنيه دلوقتي. كل واحد عنده طفل ولا اثنين بيروح المدرسه بيجيب لهم علبه ب 10 جنيه. لا دي هنا الثلاثه ب 10 جنيه. الثلاث علب تديها لهم يوم بالظبط كده. الثلاث علب ب 10 جنيه بثمن واحده بيتشي. ثمن واحده ثلاثه ب 10
بنباع من خلال المحل هنا او ده او اي فرع من عندنا. وعرض بردك تاني صلى على النبي كده، هوريك عرض حلو بردك عندي. انا عايز اشوف عرض العروسه ده. انت شكل عرض العروسه. طب خليك انا ده ب 200 جنيه. ده بكام؟ 200 جنيه. ازاي؟ باكو ب 50 جنيه وب 55 جنيه وب 60 جنيه بره. احنا بنبيعه ب 50 جنيه ب 200 جنيه الكيلو. وادي بردك العرض التاني. صلى على النبي كده اسكت. لا اله الا الله. نزل زيت من دي بعد اذنك يا حاج اهو. ده عرض تاني اهو. ادينا عروض هتخلي الغلابه دي عشان ناس غلابه واحنا بنقول محدود الدخل. هو يا حاج اللي السيد الرئيس بيحارب عشانه. ايوه. بيحارب عشانه مش بيضحي عشان حد. وريني مش بيضحي. بص الشغل الكواليتي بتاع الشغل مش اي شغل. شغل الله اكبر. امسك كده يا حاج اهو. اللهم صل على النبي. طلع يا باشا العروض دي عشان العروض ناس غلابه. اديني ازازه تخلي يا عم عوض. ده عرض جديد. ده عرض جديد اهو النهارده. استاذنا. على الهوا اهو. عرض جديد النهارده بيتعمل. ما شاء الله ما شاء الله. بنشجع كل خير يا جماعه. امال ايه؟ لازم لازم لازم. دول لوحدهم هم ومعاهم ازازه خل. عاملين كام؟ دي كام دي؟ دي عامله اساسا بره دي كيلو. كيلو زيت كيلو كيلو حاجه زيت عباد شمس. ايوه ايوه خليط. ايوه تمام. ديت بتتباع بره ب 60 جنيه وديت بتتباع بره ب 55 جنيه لتر كاي برضه. احنا بننزل ده النهارده ونقول بالصلاه على النبي واشكر الله تحت رعايه السيد للغلابه للغلابه تحت رعايه السيد الرئيس ومحافظ القليوبيه ووزير التموين علي بن صلحي. احنا بنقول ب 105 الاثنين ازازتين مع بعض ب 105. ده دمار ده. اي حاجه ده دمار ده. معاهم كيسين السكر كمان. هتاخد 2 كيلو سكر كمان. هنقول لك صلى على النبي ومش عايزهم براحته. براحتك. ادي كيسين السكر كمان معاهم اهم. الله الله الله. ايوه هم بكام بقى؟ 160 كده. 160 جنيه. 160 جنيه ازازتين زيت واثنين سكر. لا مفيش كده. ده احنا كده تمام. مفيش بعد كده بصراحه. العرض الثاني. ادينا ادينا اهو يا عم. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. شركه منزله مبرده. كام دي يا حاج عوض؟ قلنا الله يديك الصحه والعافيه والله. 75 جنيه. الله عرضه. العرض كام عليه؟ 15 جنيه. والكريستاله ب 75 جنيه الاثنين. الاثنين وزيت دوره. يعمل ايه كريستاله؟ باكو شغل عروسه ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. لا ده عايز شغل. ده ب 50 جنيه. ده بتاع الغلابه عايز شغل. تمام. وعندي عشان بس الاسعار دي بتاعتنا احنا اصلا دي. ما انا عارف دي اسعارك انت. اسعار بره اغلى من كده. بتجيب بن كام يعني؟ انا دلوقتي ده كل ساعه بسعر. بس قول عندك كام؟ ربع كيلو البن في اي مكان كده ب 110 و 90 جنيه. حصل. 85 جنيه. حصل. 75 جنيه. حصل. ربع كيلو البن محوج. تمام كده. بن محوج بالحبات. 50 جنيه. ربع كيلو ده كده حوار تاني ده. تمام كده. اللي بيراعي ربنا وربنا بيراعي.